مرحبا بكم مجددا مواصلين مع ابرز التصريحات. وينقال وزير الشؤون الاجتماعيه محمد الطرابلسي انه الوزاره رفضت تحميل الصناديق الاجتماعيه العبء الجبائي الناتج عن اعفاء منحه القضاة من الاداء. احنا رجعنا على السيد وزير الماليه في الابان، قلنا لا. علاش قلنا لا؟ خاطر كل عناصر الاجر بما فيه من منح والتي لا تخضع للخصم في صناديق الضمان الاجتماعي لا يمكن احتسابها في التقاعد. ثانيا، اذا كان الناس اللي هم متقاعدين وماشي ينتفعوا بهذه الزياده تتحملها ميزانيه وزاره العدل، الوزاره التي يعودون اليها بالنظر، هذا في القانون. ولذلك اذا كان منحه، فرضا منحه تم اقرارها من طرف وزاره ولا من طرف بي دي جي ولا من طرف، وياخذوا فيها ومعلنه في الاجور وديكلاري في الضمان الاجتماعي ويخصم عليها الضمان الاجتماعي، ولكنها هذه المنحه لم تنشر في الرايد الرسمي، لا يمكن اعتبارها واحتسابها عند الخروج التقاعد. الضمان الاجتماعي هذه ما هيش فلوس الدوله، هذه فلوس المضمونين الاجتماعيين. لذلك القرار السياسي بتاع الدوله يهم فلوس الدوله ويهم فلوس نتاع الاداءات نتاع ميزانيه الوزارات. أما فلوس الضمان الاجتماعي هذاك نتاع المضمونين الاجتماعيين، من نجم حتى ياخذ قرار في بقعة مجلس الإدارة والمضمونين الاجتماعيين. به موقف الشؤون وزير الشؤون الاجتماعية واضح. لطفي يقول نرفض مراسلة وزير المالية حول إعفاء منحة القضاة من الأداء، واللي صاير عليها برشا جدل الأيام هذيك. معناها شوف على مستوى الشكل، أنه مرة أخرى وثائق الدولة السرية، نحكيه على وثيقة سرية مطلق، يعني على قارعة الفيسبوك. مسألة ثانية، شفنا والحمد لله أنه فما شخص كما سي محمد طرابلسي، نعرفوه معناها كرجل نقابي وكرجل دولة، كيف تعامل مع هذه الوثيقة أو مع طلب السيد وزير المالية، وهذا تقريبا في الحد الأدنى معناها في المعاملات الإدارية بين معناها مختلف الوزارات. لكن السؤال، كيف يسمح لنفسه السيد وزير المالية بطلب مثل هذا؟ اليوم نحكيه على حكومة الإداريين، حكومة الإدارة التونسية. كنا نعتقد أنه هذه اللي جاية باش ترجع الدولة للدولة، بعد ما افتكوها الهواة وافتكوها الطارئين على الدولة، قلنا هذو ناس مسؤولين في الدولة، مارسوا الإدارة، يعرفوا الإدارة، ونمويسة في الحد الأدنى. ما صدرتش رأي المنح في الرائد الرسمي، وهذه أهم الحجاج اللي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية. تطلب معناها وكأنها عملية دبرت بليل، فيها خرق واضح للقانون. ولو أنه مثلا وزير الشؤون الاجتماعية مشى في التمشي هذا متاع السيد وزير المالية، لكان غدوة مشمول بك الفصل الخطير اللي بسببه يقبع العديد من الرجال بن علي اليوم في السجن، وربما بور دي جديد معنا حاجات أقل من هكا بكثير. أنا اللي خوفني أكثر يا ملاك أنه الرسالة هذه والطلب هذا يجي من وزير اللي مكلف بالمالية التونسية، تقريبا مهجة البلاد وكاسة البلاد بين يديه. إذا هو يتصرف بالطريقة الرعوانية هذه والخارجة على القانون، فعلى الدنيا السلام صراحة. خلينا نذكر ونرجع شوية، نعملوا فلاش باك، نذكر خطر تطورت الأحداث في الملف هذايا وفي المسألة هذايا. هي أول ما بدأت تحكي على الاتفاق السري هذايا، هي أنا يقظ اتفاق سري بصرف منح إضافية للقضاة، وبموجب الاتفاق هذايا غير المنشور تم تعليق الأضراب بالنسبة للقضاة، وحتى أنا يقظ قال سألجأ للقضاء لإيقاف تنفيذ الاتفاق السري المبرم بين الحكومة والهياكل القضائية. هذا اللي صار تقريبا في تسلسل الأحداث. شوف ملاك، هذه الحقيقة هي تنجم تكون قصة قصيرة حزينة بالحق اللي صار، واللي صار في اعتقادي مهزلة وفضيحة الدولة بأتم معنى الكلمة. وعلى ما يبدو، على ما يبدو أنه اليوم السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي وصل لمرحلة من المراحل أنه هاجسه الوحيد كيفاش يبقى في الكرسي بأي ثمن. يعني حتى المتعدي في الشارع عادي صح مع اتفاق، ما عندوش حتى مشكلة، هو المهم يبقى في الكرسي. اليوم نحكيه على اتفاقات سرية غير منشورة، نحكيه على خرق القانون، على إهدار للمال العام، وكأنه ولينا وكأنه الدولة اليوم، الدولة التونسية ولات تخدم في النوار. معناها وزير شؤون اجتماعية ما في بالوش ويراسله وزير مالية
يحبوا معناها يهدر فلوس التوانسة. الحقيقة اللي صار الكل فضيحة من ملاك من أول والآخر. هو يلخص وزير الشؤون الاجتماعية. شفت احنا سنوات هذه كلها واحنا نقصي ونعاني من معناها العجز اللي موجود في الصناديق الاجتماعية. واللي اليوم التوانسة الأجير البسيط قاعد يدفع من شهريته لإنقاذ هذه الصناديق. ثم نجد أن الحكومة تواصل معناها في ابتزاز والتعامل بطريقة غير قانونية مع هذه الصناديق. وسمعنا السيد الوزير وقت اللي قال راي فلوس الضمان الاجتماعي مش فلوس الدولة، راي فلوس المتقاعدين اللي هو حقي أنا بالضبط. ما عندكش الحق كدولة تعطيها الفلوس هذه أنوار. بالضبط، يقول لك القرار السياسي متاع الدولة يهم فلوس الدولة، لكن فلوس الضمان الاجتماعي تبقى للمضمونين الاجتماعيين. ملاك جرايت هذه ما صارتش كان في القضاة، صارت في عديد القطاعات على مدى سنوات وتصير بقانون. نجم تصير اذا علاش الاتفاق سري؟ علاش لم ينشر؟ وعلاش مش موجود في الرأي الرسمي اليوم؟ نفسر لك مثلا فما السميغال في الواد في 2008 ولا 2009 فهمني يقول لك هذايا معناها شهريه ضعيفه ما تخضعش الخصم من المورد وما تخضعش للخصم بحساب المضمون الاجتماعي والدوله تكفل بالشيء هذا. فما بعض المنح لوقع سنادة في مختلف القطاعات على نفس الشكلة، أما المشكل في الخلل الإجرائي. يقول لك وزارة العدل دب راسها هي تتحمل المساهمة بالنسبة للمتقاعدين. سي محمد طرابلسي رأيه وموقفه سليم جدا، رأي قانوني كما قال لطفي باش غدوة ما يوليش مشمول بعديد التتبعات. يقول لك خويا أنا جيب لي في إطار أمر مرسوم معناها منشور في الرأي الرسمي ولا جيب لي عن طريق قانون مصادق عليه في البرلمان تنثقل على الصناديق الاجتماعية. هذا على مستوى إجرائي، أما على مستوى المبدأ الصناديق الاجتماعية تذكر رتفي سي ان بي اس وسي ان اس اس كانوا من أكثر الشركات الرابحة في تونس وكانوا يبلاسيو الفلوس. بعد 2011 بك الضغط اللي صار عليهم عن طريق العفو والتشريع العام وعن طريق عديد اللي خذوا اليورولي كام تاعهم تاع سنوات وسنوات، اليوم سي ان بي اس كل معناها شهر تمشي تسلف من البنوك وتمشي تسيسي من بنك لبنك باش تنجم تخلص المتقاعدين. دونك محمد الطرابلسي، وهذا بالعكس راه ظاهره صحيه، قبل ما كانت تصير مراسله ولا قرار سياسي باش يتصدي الوزير. محمد يزيد لا صحيح فضيحه شنو انا نغزر اشتر الكيس معاك محمد راه وانت حكيت على قبل شفنا النتيجه هو تقريبا حاله افلاس في الصناديق الاجتماعيه. افلاس في الصناديق الاجتماعيه ولا افقا وما زالت الدوله مستمره في انا اللي مخوفني النهارات شنو هو انه رئيس الحكومه قاعد يدور وهز فيدو كارتابله ويفرق في المنح في الزيادات وفي الاتفاقات. امس شفناها شنو اعلن في قليبيا 27 اتفاقيه مع الاتحاد الكامور وغيره. الراجل منين قاعد يصرف الاندرا باش يهز البلاد لمجموعه اخرى من الوعود الوهميه اللي غدوه باش نقفوا على بطلانها وتعاود البلاد تشعل من جديد كيما شاعله تو. هو باش نرجع من حيث المبدا، هو باش نرجع من حيث بخلاف حكايه الضمان الاجتماعي وانه فلوس المضمونين الاجتماعيين ترجع لهم وما الى ذلك. هل من المعقول اليوم موظف لا يخضع للضريبه؟ هل هذا مطابق للقانون؟ هل هذا مطابق للدستور؟ مش اي موظف. اي وعلى شكون باش نسحقوا الملك القضاه؟ ورمزيه المثل هنا بسادة القضاه المفروض احرص الناس على القانون على تطبيق القانون واعطاء حق الدوله. واحنا وقفنا وساندناهم في الاضرار. هل يمكن انه رئيس حكومه يمشي للحلول المخاتله الحلول السوداء؟ هو حقه ربما انه يفاوض على الزياده وياخذ يتمتع بها ربما حقه، لكن في اطار الشفافيه دو يخضع للضريبه كيف وكيف غيره من المواطنين. حمايه ليه؟ مفروض هو بيده يرفض انه الوثيقه والاتفاق هذا يبقى الطي السريه، مش معقول. اكثر من هكا ملاك ربي في 30 ثانيه راه يلزم معناها من كلامنا ما يبانش وكانه استهداف للساده القضاة. احنا مع انه الساده القضاة ياخذوا حقوقهم مكتوبه. لا احنا مش نحكيو على الاتفاق ملاك، الاتفاق مع الساده القضاة هذا نجموا زاد غدوا به تتكلم لك اللي غدوا نقابات المعلمين ولا الساده والاطباء والمحامين، شنو مش يعمل السيد رئيس الحكومه؟ يزيد يصحى معاهم ويورط الدوله
الدولة التونسية، لأنه كما شفت في كل مرة الحكومات المتعاقبة تمضي واليوم نرجعوا مالك نحكيوا على منطقة استمرار الدولة، وأنه الدولة في إطار استمرارتها لازم تنفذ الاتفاقيات اللي قامت بها الحكومة للتصحيح هذا بالنسبة لكامور. اتفاق ملزم للدولة دوبي 2017 أنا فيه 2017 وبالنسبة لخمسة زاد خمسة اتفاقيات ونجموا نتصلوا بالاتحاد من 2014 وانت جاي لحدود 2019، دولة تحترم نفسها فبالنسبة لهذه نجموا يلقاو فيها حل. اخويا السادة القضاة يعتبروها زيادة تي تي سي قال الرجل. سي محمد احنا ما لومناش على انه أوفى باتفاقية الكامور. لا 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 احنا لومناه انه خرج وقال. هم اللي فعلها. شوي. انه خرج وقال الكامور لازم تولي نموذج يحتذى به. نموذج في التنمية. وين رئيس الجمهورية؟ فقط أنا باش نختم هوني، باش نختم بملاحظة، رئيس الحكومة يتحدث على قانون مالية تكميني في شهر مارس ويقول لمواصلة سياسة الأسلحة اللي بدأت فيها حكومته، نحكيو على نفقات جديدة لازمها موارد جديدة، مازلنا ما نعرفوش كيفاش باش تجي ومنين باش ندخلوها، بخلاف الاتفاقيات اللي كنا نحكيو فيها، فقط بعض الأرقام مثلا خاطر صعوبات، نسب نمو نعرفوها الناس الكل، نسب البطالة نعرفوها الناس الكل، ما تحتاجه الدولة التونسية، المصاريف اللي أمامها نعرفوه، واخر انكيت مشتركه بين المعهد فوالا المعهد الوطني للاحصاء بالتعاون مع البنك الدولي تقول 61.7% من الشركات الصغرى والمتوسطه بي ام او مهدده بالاغلاق قريبا جراء والبطاله مالك 17% من اللي كانت 14 هذا كل لازم نقراه. الرقم الاخطر هو اللي يتعلق بتقريبا 90% من المؤسسات الوطنيه هي في حاله افلاس غير معلن عندها برشا غير معلن وفي بالك مالك نختموا قيد قيد غادي يقول قدره شرائيه مع الفلوس الدوله مليار كل عام توت سويت رونديفو القدره الشرائيه مع كارفور. رونديفو القدره الشرائيه مع كارفور. مرحبا بكم كالعادة، موعدنا اليوم يتجدد في الفقرة هذه رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. اليوم عندنا روبورتاج اكسبسيونيل نحكيو فيه على اللحوم الموجودة في كامل مغازات كارفور وأيضا كارفور ماركت وسيركوي اللي تتعدى بها. على خاطر ثقتكم فيمنا وصحتكم من أولوياتنا، كارفور باش يقدم لكم أحسن لحوم، خدمتنا تبدأ من هوني. عمل يومي دقيق يمكننا من إنتاج لحوم ممتازة. على خاطرنا نهتموا بالبيانات خانيمال، عجولنا يعيشوا في ظروف ملائمة على غليب. الأصل الجيني للحيوان وكل مرحلة من حياته مهمة، هذيك علاش اتجه اختيارنا لعجول راسا فيونت ما يتجاوزش عمرها 18 شهر ان دو نو كريتير دو كاليتي. باش نبداو متأكدين من جودة المنتوج، نعملوا اون سيليكسيون دي فوم اللي هما صغار ونراقبوا التغذية السليمة اللي لازمتهم. الحيوانات نتاعنا يذبحوا دون دي زاباتوار قراب من الفيرمات بور ايفيتي لو ستريس دو ترونسبور. اللحوم نتاعنا تعدي الفتره اللازمه دون دي شامبر دو ريسوياج دان فورنيسور بارتنير متحصله على المصادقه الصحيه البيطريه. نو فورنيسور بارتنير يحترموا لي زيكزيجونس دو لا ريغلومونتاسيون ان فيغور ويحافظوا على شروط حفظ الصحه. ما نبيعوش اللحم كيما الناس الكل، بخلاف اللحمة البنينة المدروسة في كل تفصيلة، أصلها وفصلها والمرعى اللي لمها، عما زادة جزارة فيما يودوك باللحمة المطلوبة حسب نوع التطييب وتبديله من طبق لطبق. لحم كارفور أصالة جودة ومتابعة تميزنا على الكل.
اهتمام كبير وجودة عالية وقت اللي نشوفه المتابعة اليومية لمختلف مراحل إنتاج اللحوم معروضة بمغازات كارفور وأيضا كارفور ماركت، وهذه نشوف فيها لامبورتونس اللي يعطي فيها كارفور pour ses produits frais. هذا اللي عنا اليوم في رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. غدوة يتجدد موعدنا في نفس التوقيت مع أفرية جديدة ونصائح جديدة. رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. بقية المتفرقات الوطنية والدولية في رونديفو نيوز. سجلت تونس 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 7651 حالة، كما سجلت أيضاً 787 إصابة جديدة بالفيروس. في المقابل بلغ عدد المتعافين من الوباء 185421 شخص بعد تعافي 922 مصابة. أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن عليا أن الوضع الوبائي في تونس ما زال حرجاً فيما يتعلق بتفشي وانتشار الفيروس، وأوضحت أنه لا يمكن الحديث عن تقلص كبير في نسبة التحاليل الإيجابية إلا عندما تكون النسبة أقل من 5%. نظمت اليوم اللجنة الجهوية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببنزرت عملية بيضاء في التلقيح ضد وباء كوفيد-19، وذلك بهدف تقييم جاهزية الإطار الطبي وشبه الطبي والاستعداد للحملة الوطنية للتلقيح اللي باش تشمل في مرحلة أولى حوالي 300,000 ساكن. وأكد والي بنزرت محمد قويدر أنه تم تجهيز 3 مراكز صحية للتلقيح ببنزرت ومنزل بورقيبة ورأس الجبل و6 مراكز محلية ببقية معتمديات الجهة. أكد وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي اليوم أن الوضع الأمني تحت السيطرة والوحدات العسكرية منتشرة على طول الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا والحدود الغربية مع الجزائر، مضيفاً أن تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا من المتوقع أن يساهم في تخفيف الضغط على الوحدات العسكرية. في الشأن الدولي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا. وأكد الدبيبة تطلع حكومته لإقامة شراكة شاملة مع مصر بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب الرئاسة المصرية. صوت مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح منح الثقة لرئيس الحكومة الجديد ماريو دراغي الذي تعهد بإعادة بناء البلاد اللي تعيش أزمة صحية واقتصادية، واعداً بمكافحة الوباء بكل الوسائل. أهلا وسهلا بكم من جديد. بعد شوية يكون ضيفنا إبراهيم الرزقي كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي، قبل ذلك لاغي سور إيماج. الصورة ليلة من اختيار محمد الترودي. محمد فضل. وين الصورة؟ فضل موجودة الصورة. اليوم شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحرير الرصيف اللي قامت بها بلدية سوسة مشكورة، وهذا حالنا بصفة معناها مباشرة إلى الاستغلال الفاحش للرصيف، المس من جمالية المدينة. هذا من شأنه باش يساهم بدرجة كبيرة في عديد حوادث السير، ونجم نقولوا اليوم في تونس اللي ما عادش عندنا رصيف، كي ندخل المدن تميزت بالجمالية نتاعها، مدن رمزية كما قلب العاصمة في تونس ريتشارد دي غول ونهج إسبانيا ونهج ألمانيا، نجموا نحطوا بوان دانتروغاسيون كبيرة، أين المصالح البلدية؟ اليوم مع سن مجلة الجماعات المحلية اللي كنا نعتقدوا ولا اعتقدوا اللي هي بالساهم في رفع مردودية العمل البلدي، فهمنا اللي المجلة هذه كانت سبب في تأسيس المجالس البلدية، في المجالس البلدية أصبحت تعمل في السياسة وتعمل في الشعبوية على حساب المصحة العامة، واليوم مظاهر الإخلال بالذوق العام ومظاهر الإخلال بالقانون ومظاهر التعدي على الرصيف وعلى معناها الفوا بيبليك، هذا من شأنه باش ينجم معناها يقوض كل المساعي اللي تعمل فيها الدولة التونسية لتحسين المعمار، لتحسين فهمتي جمالية المدن، ولتحسين أداء البلديات. هذا ملاك من شأنه باش ينجم سلطة الإشراف تشوف بصفة جدية كيفاش في تعامل إيجابي مع المجلة باش تضغط على المجالس البلدية باش يبعدوا على المنطق الانتخابي. بلدية تنتخب في 2018 تنطلق في حملة انتخابية إلى حدود 2023 على قرعة البلدية ولا حساب مصالح المواطن ولا حساب مصالح المنطقة. اليوم التعدي الصارخ على الرصيف، التعدي الصارخ على قانون
معناها على مجلة التعمير. التعدي السارق في البناء الفوضوي هذا من شأنه باش يقوض التجربة، ومن شأنه باش يقول اللي قانون 75 أصبح متقدم على مجلة الجماعات المحلية. لذا دعوة ملحة إلى سلطة الإشراف وإلى الضمائر الصادقة داخل المجالس البلدية باش يحكموا المصلحة الوطنية وباش يحكموا مصلحة المدن نتاعهم على حساب أهدافهم السياسوية الانتخابوية اللي من شأنها باش تحطم التجربة الكل. وشكرا. شكرا لك على اختيار صورة محمد. بعد شوية نحكيه على مشاكل نقابة سلك الدبلوماسي، تحركاتها، علاش متغشين وعلاش هالغضب اليوم، وشنية المشاكل اللي يعانيوا منها هذا الكل، مع إبراهيم رزقي كاتب عام نقابة سلك الدبلوماسي اللي نستقبله بعد هذا التقرير. يعيش أبناء السلك الدبلوماسي على وقع جملة من الإشكاليات قادتهم إلى القيام بجملة من التحركات الاحتجاجية انطلقت بتنفيذ إضراب حضوري عن العمل يوم 16 فيفري، وتطورت إلى الإعلان عن وقفة احتجاجية يوم غد بدعوة من نقابة السلك الدبلوماسي. تحركات يقول أبناء السلك إنه الهدف الرئيسي منها هو التنديد بما آلت إليه الأوضاع بوزارة الشؤون الخارجية من ضعف وسوء إدارة وتسيير، الأمر اللي أثر حسب رأيهم على مردودية الدبلوماسية التونسية في الداخل والخارج. ويطالب أبناء السلك الدبلوماسي بمعرفة مآل القانون الأساسي الجديد للسلك الدبلوماسي ومراجعة النظام الهيكلي والتغطية الصحية لأعوان السلك، بالإضافة إلى إصلاح المسارات المهنية واعتماد الشفافية في الترقيات والتسميات بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية، والإسراع بإقرار المنحة الخصوصية للسلك الدبلوماسي على غرار بقية الأسلاك. وكانت نقابة السلك الدبلوماسي عبرت سابقاً عن استغرابها مما اعتبرته التمشي الجديد للحكومة في التعاطي مع المرفق الدبلوماسي، منتقدة التعيينات اللي وصفتها بالمسقطة وغير المدروسة لموظفين ساميين تابعين لوزارة الداخلية في عدد من المراكز الدبلوماسية كما واشنطن وباريس وروما. وقالت أن الأشخاص هذم تم تكليفهم بالإشراف على ملفات تعود للاختصاص الحصري لأعوان السلك الدبلوماسي المعنيين في البعثات الدبلوماسية المذكورة وغيرها من البعثات. سعيدة باستقبال إبراهيم رزقي كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي ونقيب سلك الدبلوماسي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا بك. إذن سي إبراهيم رزقي، نقابة السلك الدبلوماسي تخوض جملة من التحركات، نحكيو على إضراب يوم 16 فيفري، وقفة زادة احتجاجية غدا الجمعة أو أمام وزارة الشؤون الخارجية، لما هذا الغضب؟ هو ليس بغضب، وإنما تعودنا منذ، خلينا نقول لك، منذ الثورة إلى يومنا هذا لم يتحقق أي شيء لفائدة أبناء وزارة الشؤون الخارجية. قانون أساسي منذ سنة 1991، قانون قديم، يعني خليني نقول لك عديد الأطراف لا تريد يعني إصدار قانون جديد للسلك الدبلوماسي، قانون أساسي للسلك الدبلوماسي، وهو موجود منذ سنة 2019. المشروع نتاع القانون هذا لقي عديد الاعتراضات. هذا بالنسبة للقانون الأساسي. من قبل من؟ شكون الأطراف هذه؟ والله كل مرة نسمع كلام، مرة من الإدارة، مرة من يقول لك رئاسة الحكومة، مرة يقول لك سلك معين، الوزارة هذه مفتوحة على جميع الأسلاك، بينما هي خاصة بالسلك الدبلوماسي، يعني ناس تدخل عن طريق مناظرة، ناس تعمل تكوين خاص بالسلك الدبلوماسي، تلقى يعني دخلاء، خليني نقول لك القانون هذا ما يساعدهمش وما يمشيش معاهم، لأنه يوحد المدخل. لما أنت تدخل للسلك الدبلوماسي يعني فماش غيرك أنه باش يجي يتنافس معاك في خصوص المهنة هذه والوظيفة هذه، يعني حكر فيها تكوين، فيها استاجات، فيها يعني عديد الأشياء. يعني نحن ناس محترفين نمتهن هذه المهنة، يعني كمحترفين لديبلومات دو كارير. المطالب الأخرى معناها اللي موجودة عندنا هي مطالب تتعلق بالأساس بالتغطية الصحية، التأمين الصحي لأعوان وزارة الشؤون الخارجية وأفراد عائلاتهم اللي يعملوا في المهجر. ما فماش تغطية صحية. تصور أنت موظف دبلوماسي على ساعة يوصل باش ينحي سنة من بلد معين يهبط لتونس، ما مش قادر انه باش يدفع عديد من المصاريف سوى لي والعائله، توصل بالاف الدينارات على ساعه توصل. نحن طالبنا على اساس انه الوزاره تتدخل مع مصالح الحكومه ووزاره الماليه على اساس اعتماد التغطيه الصحيه لزملائنا في الخارج. بالنسبه للترقيات في حتى عن طريق المناظرات شفنا اللي ثم تلاعب من طرف الجانب الإداري في هذه المناظرات، لأنه ثم جملة من المعايير التي تم وضعها سنة 2014. يعني
شكون تتوفر فيه الشروط هذه. حسينا اللي سنة اللي طرف إداري هو من الداخل، ثم أطراف تشتغل في الإدارة تحب تعدي المناظرة هذه، تحب تبدل المعايير، وناس أخرى تتعدى في بلاصة أبناء السلك الدبلوماسي، وخاصة أولئك الذين قاموا بعملية الإدماج. ما معنى إدماج؟ يعني إدماج كان هو في السلك الإداري والفني بطريقة معينة يصبح في السلك الدبلوماسي، ونولي ونعانيوا فيه ناريخ في المركز الدبلوماسي، هاي دبلوماسية مش ماشية، هاو سفير هذايا مش يعطي في مردود باي، إلى غير ذلك. نحن حبينا نوقف الموجة هذه الحقيقة. الوزير سي عثمان الجيرالدي استجاب إلى هذا المطلب، مشى معنا فيه، يعني ما حبش إنه يبدل المعايير في آخر لحظة، ووقف عملية الإدماج، وإن شاء الله يواصل في إيقاف عملية الإدماج في المناظرات والترقيات. يبقى على مستوى المنحة الخصوصية، على غرار بقية الأسلاك السلك الدبلوماسي لا يتمتع بهذه المنحة الخصوصية. راهو ربما العامة معناها ماخذين فكرة يقول لك دبلوماسي دبلوماسي، لا راه مش صحيح. راهو كاتب للشؤون الخارجية دوب ما يدخل الكارير نتاعو يعمل ماستير ويعمل عامين تربص ياخذ في 950 دينار. معناها يكري ب 800 دينار، كيفاش تحب يعيش؟ كيفاش تحب الدبلوماسي هذايا يقدم لك؟ كيفاش تحب الدبلوماسي هذايا يحترم اسرار بلاده؟ معناها تعرف ساهل شريان، وهذا تعاطي مع سفارات، وهذا وجه البلاد وهيبه البلاد. في الخارج كذلك ماخذين فكره على اساس انه اضعف شهريات واضعف رواتب هم ياخذوها الدبلوماسيين التونسيين، وهنالك العديد من النفقات. ثم ناس تروح من المراكز مساله، وهذا ما يعرفوهوش العامه. كيفاش تفسر ايضا هذه نقطه من النقاط الهامه، لكن ايضا تحدثتوا في بيانكم بان وزاره الشؤون الخارجيه تشكو ضعف، تشكو وهن، سوء اداره، سوء تسيير، شيء اللي اثر على مردوديه الدبلوماسيه التونسيه في الداخل وفي الخارج. للاسف هذا عايشينه في الوقت الراهن، هذا سوء تسيير لاحظوا فيه يوميا معناها في الاداره. اذا تحط انت الراجل معناها غير المناسب يشرف على الإدارة العامة، خليني نقول لك المصالح المشتركة اللي تتولها هذه بالقرارات وبالقوانين، يعني عديد القرارات اللي تمشي والأوامر اللي تمشي رئاسة الحكومة وترجع يقول لك غالطة ما تتخدمش هكا، هل هذا تعمد للتأخير؟ يعني ما عندناش فاهمين. كذلك معناها ثم محسوبية، يعني أراكارت وليت معناها باش تعطي مدير ولا تعطي مدير مساعد، يعني حسب مواصفات الشخص هذا ومدى علاقته بالإطار السامي اللي موجود في الوزارة أو إطارات سامية موجودة في الوزارة. حقيقة يعني هذا ضعف، هذا رجع على مردودية العديد من الدبلوماسيين، يعني حالة من الألم يعيشينها معناها يوميا. ملفاتهم ما عادتش معناها معالجة بالطريقة المثلى، ونحن نتمنى أن ندرك. نفتح الباب نقاش، فضل لطفي. والله في الحقيقة احنا نحكيه على سلك حساس جدا، لكنه يبقى مفروض يكون هو الواجهة الخارجية لتونس. شوفوا أنه معناها اليوم رغم أنه تعاقب على الوزارة هذه رجالات أو وزراء من داخل الوزارة، مفروض تكون المشاكل هذه معناها خاصة ذات الطابع المهني والاجتماعي قد فضت، لأنها كما يقولوا معناها أمور بيناتهم، سواء في وقت خميس الجهناوي أو حتى الوزراء اللي تعاقبوا، تقريبا الوزارة الوحيدة اللي قاعدين يشدوا فيها أبنائها. لكن واضح لازمنا نقولوه بكل أسف أنه الأداء داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية ينعكس سلبا على أداء الخارجية التونسية. احنا كي نشوفوا مستوى معناها الدبلوماسية التونسية اليوم، يكفي باش نتحدثوا على غيابها على كل تقريبا القمم الإقليمية والإفريقية والدولية. نشيروا زادة يبدو أنه رئيس مالطا معناها ألغى زيارة لتونس كانت مبرمجة في فيفري نظرا لضبابيه الوضع في تونس. تفهم اللي تعيش فيه الوزاره معناها ما هو الا نتاج لما تتميز به اداء الرئاسه بصفتها الوزاره هذه من مشمولات. اذا رئاسه الجمهوريه تتدخل في رئاسه الحكومه رغم انه الدستور لا يبيح ذلك، وشفنا رئيس الدوله متمسك بمجموعه من الوزراء نتاعو داخل الحكومه، فانه المشكله اليوم حسب المعطيات اللي امكن لي جمعها ثم صراع كبير بين الخارجيه ورئاسه الجمهوريه اللي تحب تحط وتعين ناسها ورجالاتها سواء في القناصل او في السفارات او غيرها. يكفي باش نذكروا الارتباك الكبير اللي تعاملت به رئاسه الجمهوريه مع مندوب تونس في مجلس الامن
وما حصل مع منصف البعثي ومع قيس القبطني ومع غيره باش نفهموا اللي فما ارتباك كبير ياسر. واعتقد انه ضيفنا ما ينجم كان ياكد الشيء هذايا، فضلا عن انه برشا وزراء سفراء من خيره ما انجبت وزاره الخارجيه تم بطبيعه الحال معناها استدعائهم الى تونس، يعني انهاء مهامهم. واليوم كي تحكي معهم يا ملاك اش تعمل؟ يقول لك انا قاعد في البيرو نقرا في الجرايد، رغم انهم هذوما تقريبا من خيره السفراء، نحكيو على اللي كان سفيرنا في اسبانيا، سفيرنا في المانيا، سفيرنا في مالطا، تقريبا قاعدين في بيروات يقراوا في الجرايد. دونك اليوم تشوف انت رئاسه الجمهوريه تعين سفير في هولندا، ترفض السلطات الهولنديه لأسباب نعرفوها الناس الكل، فتو مساعي نحو تعيينه في بلد عربي، لأنه البلد العربي هذا نجم يغض الطرف على بعض الشروط اللي لا ترضى بها معناها الدول الأوروبية. يعني هزان ونفضان في رئاسة الجمهورية وسعي محموم لوضع اليد على وزارة الخارجية. وطبيعي جدا كي يشوفوا ارتباك رئيس الدولة في اختيار وزراء الخارجية من نور الدين للري للجارندي لغيره، نفهموا اللي حتى طبيعه الاشخاص اللي اليوم قاعدين يدخلوا الخارجيه ويخرجوا ويمثلوا تونس. نحب ننهي بحاجه بركه، شوف انت في الازمه اللي صايره اليوم في تونسير، شكون اللي مشى وحكى مع الرئيسه المديره العامه؟ سفير تركيا في تونس مشى يدافع على مصالح شركه تركيه موجوده كبير في تونس. موضوع كبير باش نرجعوا له بعد شويه، بالضبط. لانه الدبلوماسيه نتاعنا اليوم قاعدة تلعب في الدور هذا الاقتصادي البرة الاستثماري، هل عندها حضور في معناها الدبلوماسية الصحية؟ غياب تام. وكي نشوفوا كما قلنا رئاسة جمهورية مازالت تحكي بالرسل وبالجاهلية وبطارق بن زياد وبطريقة الخط الكوفي، هذا تحب انت تبيع به تونس وتسوقها في الخارج؟ فاعتقادي فما اليوم قطيعة كبيرة بين وزارة الخارجية كتقاليد ككفاءات وبين رئاسة الجمهورية اللي تحولت اليوم إلى بلدوزر أو نيليفان دون زان ماغازان دو كريستال. شفنا تأثيرها في الداخل، اليوم قاعدين نشوفوا في تأثيرها السلبي جدا على الأداء الدبلوماسي خارج تونس. شكرا سي لطفي. أنا مانيشني باش نرد معناها ولا باش نمثل الوزارة معناها في الردود أو مؤسسة رئاسة الجمهورية معناها على ما ذكرته أنت من ملاحظات. بطبيعة الحال هناك معاناة، هناك أزمة معناها في الدبلوماسية التونسية، هذا لا يخفى على أحد، نعيشوا أزمة خاصة في الفترة الأخيرة والفترة نتاع الكوفيد هذه اللي عشناها. شنو تصوراتنا؟ شنو الرؤية نتاعنا اللي من بعد الكوفيد؟ شنو الاستراتيجية اللي باش ندخلوا بها بعد ما تنتهي أزمة الكوفيد؟ هل عندنا نظرة؟ ما عندناش. يلزمنا إعادة هيكلة لوزارة الشؤون الخارجية، وهذا نحن مطالبين به. نحن مطالبين بإصلاح كنقابة للسلك الدبلوماسي، مطالبين بإصلاح هيكلي لوزارة الشؤون الخارجية. كي تاخذ أنت وزير الخارجية المغربي، قبل ما يشد وزير الخارجية المغربي يصلح وزارته ودخل عليها تعديلات ودخل عليها الإصلاحات، وبعدك شو ولاو يخدموا؟ نحن هذايا مجراش. قلت لك أنا قانون من عام 91 إلى يومنا هذا ما مشاش. نظام هيكلي للوزارة ماهوش ماشي. بالنسبة للتعيينات اللي ذكرتهم سيادتك على مستوى التسميات السياسية اللي موجودة، هو ماهوش جديد، حتى في فترة متاع الترويكا كانوا يطلبوا في 20% تسميات سياسية على مستوى القنصليات والقنصليات العامة والسفارات. حاولنا وقتها كنقابة أن نوقفهم على التسميات هذه، لكن تواصلت، تمكننا من الحد منها. ماهوش جديد أنه على مستوى ذكرت أنت سيادتك على مستوى التعيينات للمؤسسة الأمنية، وهي ديما حتى في عهد بن علي كان نقابة في الفترة هذيك، معناها بدل أنكم تتمسكوا وتدافعوا على وزارتكم وتدافعوا على الدبلوماسية التونسية، تحطوا في البيع والشراء، وفما برشا نقابيين تم استرضائهم بمناصب خارج تونس، وبالتالي تم السماح باختراق وزارة الداخلية وتسييس الخارجية وتسييس معناها الدبلوماسية التونسية بشكل رديء بشكل حزبي، لأنه كان جيب لي سياسي نجيب إضافة مرحبا به، لكن أنك تدخل في وزارة الخارجية من باب المحاصة، هذا بصراحة هو اللي وصلنا للوضعية هذه. نحن هذا رافضين ورفض مطلق، وفي كل المنابر نقولوه، لا للتسميات السياسية لا للتسميات المصدقة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، هذا كمبدأ. لكن رئيس جمهورية هو شيف دوفيل تاع السياسة الخارجية. ساعة يجي يقول لك أنا واحد من الناس يلزمني سياسي معين على مستوى الدولة هذه، هذا باش يخدم لي استراتيجية معينة. كي تاخذ مثلا فرنسا كعاين سي كريم الجاموسي مثلا، معناها كي خذاها السيد هذا يعني عنده استراتيجية وعنده خدمة معاه، تعيين سياسي.
شنو نجمنا نسمعوا عليه تو على مستوى تقييم ولا حتى سي الفوراتي في السعوديه؟ شنو هو اللي يلزمنا التقييم؟ كي تعين عين سياسي عندك كوتا معينه نتاع 5% مثلا ما تفوتهاش. التعيينات الامنيه من السابق من عهد بن علي كانت عندها معناها صدى سلبي وصدى خايب، يعين معناها في امنيين ويعين في جنرالات من العسكر، حتى الدول الاخرى ولات متقلقه، معناها كي تعين انت امني على مستوى قنصليه عامه راهو صداها باش يكون سيء، شنو تعين معناها مكلف بالامن الرئاسي على قنصليه عامه في ستراسبور اللي هي فيها البرلمان الاوروبيان، شو عنده ما ينجم يعمل؟ تيجي عباره على سفاره وسفاره قويه. لو كان جات معناها قنصليه من نوع اخر معناها من درجه اخرى والله ينغضوا الطرف. ما فماش دراسه، ما فماش يعني حنكر، يعني هذايا الشيء هذا يتخدم على مستوى وزاره الشؤون الخارجيه. الامنيين اللي تعينوا من قبل عندنا سي محمد علي الجزوعي مو كان سفير في مالطا. عندنا سي عبد الرحمن بالحاج علي مو كان سفير زاد في موريتانيا، يعني ماهوش جديد التسميات نتاع امنيين الى غير ذلك. معناها التسميه الاخيره اللي ذكرتها سيادتك معناها على مستوى هولندا صحيح وقع تمشي جديد ماهيش مدروسه لانه كان من الاجدر انك تدرس البروفايل بتاع الراجل وتشوف وين مؤهلاته وين ينجم يكون. انا واحد من الناس لو كان استشرر وقلنا البروفايل نتاع سي كمال مثلا ينجم يصلح بالجزائر، معاك تعين سياسيا اما ينجم يصلح بالجزائر؟ ينجم يصلح في دوله اخرى معينه معناها على مستوى مغاربي؟ ينجم يؤدي مهام؟ تفضل. محمد تفضل. سي ابراهيم نحن لاحظنا في المده الاخيره للحركه نتاع السلك الدبلوماسي تعطلت 6 إلى 7 أشهر. وفما شغورات في اماكن حساسه جدا برشا عواصم عندها علاقات متطوره جدا مع تونس. حب نعرف الاسباب الرئيسيه في هذا التعطل مع العلم وانه ما غطيوش عين الشمس بالغربال، فما تجاذب كبير بين ديوان السيد رئيس الجمهوريه ووزاره وزاره الخارجيه. النقطه الثانيه فيما يخص الدوسي بتاع قيس القبطني اللي هو موضوع متصل به القضاء اليوم معناها في تونس وتحمل مسؤولية كلامي، فما عديد الضغوطات على القضاء لردم هذا الملف. النقطة الثالثة والخطيرة جدا في إطار التجاذب السياسي اللي تعيشه البلاد اليوم، حسينا اللي في المدة الأخيرة وقع استعمال السلك الدبلوماسي لتصفية حسابات سياسية. شو ردك؟ استعمال السلك الدبلوماسي لتصفية حسابات سياسية يعني من أي منظور؟ السلك الدبلوماسي بالنسبة لبعض السفراء التوانسة في الخارج. لتعطيل زيارات، لتعطيل ولا سفراء اجانب موجودين في تونس. مثلا مش نسالك سؤال، السفير المغربي اللي تو 6 ولا 7 أشهر ما خذاش ورق اعتماد، يعني المغرب اليوم ما عندهاش سفير مباشر في تونس، شو الاسباب؟ انا نقول لك في الراي العام، فيش معناها الراي العام مش قاعد يحكي. شوف بالنسبه للاعتماد نتاع السفراء تعرف سواء تونسي معناها في دوله اجنبيه او يعني سفير اجنبي في تونس تخضع الى نواميس وتخضع الى اجراءات. مثلا انا نقولوا باريسيبروسيتي، قداش باش تعينت انا سفيري في المغرب قداش قعدت مده باش انت بعثت لي الموافقه؟ تنجم انت قعدت في المغرب 5 أشهر و6 أشهر باش بعثت لي الموافقه على سفيرنا تو مثلا السي محمد بن عياد اللي موجود في المغرب. باريسيبروسيتي لازم تقعد 5 6 أشهر تستنى باش انا نجاوبك على سفيرك. هذا في المبدا العام. فهمتني؟ ما نتصورش انه ثم قصد او ثم استهداف او كذا، بالعكس العلاقات التونسيه المغربيه حد علمي انا علاقات متميزه وعلاقات ممتازه. ما فماش ما يشوف اي شيء. التعامل بالمثل. هذا في نطاق التعامل بالمثل على مستوى التعيين في المراكز الدبلوماسيه. قداش خليت سفيري يستنى نخلي سفيرك يستنى، هذا معروف. وعدم استقرار السلك الدبلوماسي التونسي اليوم شنو الاسباب الرئيسيه؟ سالتني انت على اساس انه معليش تاخر معناها اللقاء في مستوى تعيين نتاع السفراء في الخارج، انا تو باش نولي نجاوب في مكان رئاسه الجمهوريه ومكان وزاره الشؤون الخارجيه معناها في الاصل هو انت كنقابه السلك الدبلوماسي. انا كنقابه لانه الاسئله اللي طرحت عليا تو معناها متوجهه مباشره الى وزاره الشؤون الخارجيه، يجاوب عليها وزير الشؤون الخارجيه او يجاوب عليها المكلف بديوان رئاسه الجمهوريه. انا باش نجاوب. انت تحكي على تعيينات سياسيه وامنيه. اي لا جاوبت عليهم هذوما. لا قلت لي على التاخير. هذا مش بعيد على لا قلت لي على التاخير. التاخير جرات تجاذبات معينه. انت عايش في كوفيد، انت من 2020 كله عديته كوفيد، الحدود كلها مسكره، الطيران كله مش موجود. فهمتني؟ صعيب ياسر انها الدوله دي انك باش تقدم لها اوراق اعتمادها او باش تواصل. احنا ماذا بينا السفراء راهم زادوا، معناها ما نروحوش بهم، بالعكس انا ضد انه التعيين. انا كارنا انا كنت سفير في العراق. كان من الاجدر اني نواصل لين تنتهي الكوفيد، مش وقته. باش نخليه معناها مركز فارغ ونخليه ولا غير ذلك، برا عين سفير من الجديد. فخرها الحركه السنويه بعام ولا حتى بعام ونص. هذا حفاظ على مصالح تونس للمبدا العام، هنالك تسرع في اجراء الحركه الدبلوماسيه او الاصح. يعني اللي عمل الحركه الدبلوماسيه تسرع.
فيها. ثم دول اخرى وخرت بسبعه شهور وثمانيه شهور، وعديد الدول ما قامتش بالحركه السنويه لسفرائها. من هنا جاء تعليقك ومن هنا جاءت ملاحظتك علاش تاخرت التعيين معناها في الخارج. بتعطى على هذه النتيجه، تبقى مراكز فارغه ومراكز شاغره وجاليه معناها مسيبه الى امرها الى غير ذلك. في نفس السياق شفنا معناها اول حاجه تعملت بعد ما صعد السيد رئيس الدوله للحكم هو اقاله وزير الخارجيه. ثم زاد فراغ كبير ياسر استمر عام على رأس سفارتنا في باريس وعلى رأس القنصلية العامة. لكن اللي نذكره في الفترة ذيك أنه السيد يوسف الشاهد وقت رئيس حكومة تصريف أعمال أعلن أنه أذن بفتح تدقيق وتحقيق في وزارة الخارجية. اليوم وين وصل التحقيق هذا وشنو أبرز الملامح نتاعو؟ والله شوف سي لطفي، بالنسبة لنا نحن كنقابة أمنيتنا أن نطلع على التقرير هذا متاع التحقيق، هو يبدو أنه مغلق وسري، واللجنة هذه معناها قاعدة تعالج في ملفات عندها أكثر برسك أكثر من عام ملي عينها معناها، ولا قرابة العام ملي عينها، وهي تطلع على الملفات وتتصل بالإدارة العامة للمصالح المشتركة. وحاجة أخرى لاحظتها فيها إيجابي أنها دخلت بصفة مباشرة لإرجاع العديد من المديرين إلى مناصبهم وأعطت ملاحظات، قالت هذا لا يجوز، هنالك خرق للقانون الوظيفة العمومية، ناس قاعدة في ديارها وأنتم تعطوا فيهم في رواتب، ناس قاعدة في ديارها وأنتم تعطوا فيهم في بنوات ليسونس، هذا لا يجوز. والإدارة هنا معناها لقات روحها مع مجبرة خليني نقول لك أنها باش توفر لهم مكاتب وأنها تعاود ترجعهم. هنا الخطأ في التسيير اللي حكيته أنا وقلت ثم نقص تاع التسيير، يعني الإطار المشرف على التسيير هو إطار ضعيف. كيفاش تطلب أنت من إيد كونتابل، كان إيد كونتابل هذا المدير العام للمصالح المشتركة، من مساعد محاسب وجاي معناها مش من المحاسبة العمومية، جاي من إدارة الأداءات، يتدرج بطريقة غريبة جدا ويدمج في السلك الدبلوماسي، يصبح ليصبح مستشار ثم ليصبح مدير عام. من 2010 رئيس قسم، في 2020 مدير عام. هذا شنو تطلب منه انت؟ شنو اختصار رايك؟ شنو تفسيرك انت؟ هذا هو سوء التسيير وسوء التعيين. معناها السيد هذاك يتعين، هو ما تعينش في الفتره بتاع سي عثمان الجيراندي، لا لا الارتقاء هذا الصاروخي وراه شنو؟ هذا ملف فساد عندي انا، هذا فساد اداري هذا. ثم شكون يحب يتفاعل مع البلاتو الحالي؟ ينضم لنا محمد طرابلسي، مدير الدبلوماسيه العامه والاعلام بوزاره الشؤون الخارجيه. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. مساء الخير وتحيه لكل مشاهدي قناه 9، وتحيه لزميلي وصديقي السيد ابراهيم الرزق. شكرا على الاستضافه. مرحبا بك، حبيت تتفاعل مع البلاتو، تفضل. والله انا تم الاتصال بي والحديث على مطالب النقابيه، لانه نقابه السلك الدبلوماسي قررت الدخول في اضراب. اعتبرنا انه هذا لا يعكس الاجواء الطيبه والايجابيه التي تم ارساؤها بين الاداره والهياكل الممثله لموظفي وزاره الشؤون الخارجيه، وكذلك التواصل البناء اللي ارساه السيد الوزير شخصيا على وضع اسس منذ توليه اشراف الوزاره. وما زال يقول السيد الوزير يواصل بنفس الروح الانفتاح على كل الموظفين لحلحلة كل المشاكل اللي هي في الأصل تنقسم إلى قسمين. أما مشاكل ظرفية تتعلق بمشاكل شخصية لبعض الزملاء الذين تأخر يعني مسارهم المهني، وكذلك مشاكل هيكلية. يعني السيد الوزير هذا سي عثمان الجيراندي اشتغل 2013 و2014 كوزير. في الفترة هذيك فما مشكل كبير هو القانون الأساسي، واللي هو مطلب لكل اعوان وزاره الشؤون الخارجيه يكونفي عبد لله والسيد الوزير كذلك. كي رجع السنه 2020 يلقى نفس المشكل مازال متوقف. القانون الاساسي ما يتمثل لدى وزاره الشؤون الخارجيه فقط، ولكن فيها عديد المتدخلين في الدوله التونسيه. عمليه الاصلاح الهيكلي فما استشاره سيتم فتحها على كل موظفي وزارة الشؤون الخارجية في تونس وفي الخارج لأخذ المقترحات والقيام بدراسة فيها بروجيكسيون على المستقبل، لأنه لاحظنا أنه كل عام عندنا مشكل نتاع لي كونديدا أو بوست، فما لي كونديدا لي بوستيلون وفما لي بوست فاكون. هذا مشكل كبير موجود في وزارة الخارجية. النظام الهيكلي للوزارة في بعض الاحيان نوجدوه يعني مسدود في بعض الاحيان، يعني اللي طالبين الخطط الوظيفيه ما يلقاوش الفرصه،
الوزير مطالب أنه يقوم بمقاييس ويختار من بين الموظفين لتمكينهم من هذه الوضع، ولكن يبقى من الزملاء اللي تعطل مسارهم المهني، وهذا مش مشكل هيكلي يجب حله في آخر وقت. وأنا من حق تقريبا 90% من مطالب الهياكل الممثلة للموظفين احنا متفقين عليها كل، يعني بما فيه السيد الوزير، وهو من النهار الأول كما ذكر السيد إبراهيم الرزقي يعني فاتح بابه لممثلي النقابات، ممثلي الموظفين بوزارة الخارجية، ويتفاعل معهم بكل إيجابية، وهو سيواصل على نفس المنهاج مع كل ممثلي موظفي وزارة الشؤون الخارجية لحل كل المشاكل. شكرا لك محمد ترابلسي، مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية. ممكن سي إبراهيم الرزقي باش نرجع لك على اللقاء اللي كان ما بين وزير الخارجية ووزير المالية، ويظهر لي تم تغييبك على الاجتماع هذا وكان عندك موقف منه بيان سور وترجع لي. تفضل. نحب نكلم سي محمد قبل كل شيء. سي محمد ترابلسي زميلي فرحان برشا اللي ولا يتكلم معناها ولا يرد معناها، وحاجه خارقه العاده انه النقابه جابت له مكسب انه اعطاه حق الرد ويدخل في البلاتوات. يا ريت نسمعوا وقتها يجدوا في باريس ويجدوا في مونريال ويجدوا في نابولي ويجدوا في بروكسل زملائنا كيفاش سون لانشي معناها غادي وزاره الخارجيه لا رد ولا فعل ولا تحريكه ولا بيان ولا شيء. جرني للحديث معناها على الوزير وما الوزير، انا ما نحبش نطرق الموضوع هذا يعني تبقى كويزين انترن، لكن هو الله غالب جبد. الوزير مغيب تماما، خلينا نقوله وزير الشؤون الخارجيه للاسف مغيب تماما عن وزارته ويتحمل كامل المسؤوليه. اش معناها مغيب تماما؟ مغيب تماما، وزير معناها الي ديكونيكتي خارج، معناها سي ان الكترون ليبر. شكون يسير؟ والله تسير شو نقول لك؟ ثم سي محمد علي نفطي كاتب الدوله على ساعه ياخذ بزيمه من الامور برا كيكا. للاسف برا كيكا، فهمتني؟ وصلنا لمرحله برا كيكا، معناها وصلوا كيف علاش راجع السيد هذا؟ قال هو تو 2013 2014. تي مش عمل حققت انت في 2013 2014 في 8 شهور؟ إن ريا فيه. اي لكن تو السؤال ما طرحش عليك باش نطرحه عليك انت. تفضل. واضح انه راهو شفت الازمه اللي نعيشوا فيها ملاك بين السيد رئيس الحكومه والسيد رئيس الدوله. اليوم هذا الصراع اللي صاير بين ضيفنا والسيد وزير الخارجية، وزير الخارجية اللي معين السيد رئيس الجمهورية يعتبر أن سي إبراهيم هو رجل هشام المشيش، وبالتالي الصراع اللي موجود بين القصب وكارتاج اليوم موجود داخل وزارة الخارجية. وين هذاك علاش سألته على عدم حضور اللقاء على ما يبدو أن الخلاف تحول شخصي. هو فضل أنه يجاوب على سي محمد. لا لا نحكوا أنا إنسان ما عندي ما نخبي ونقول كان الحقيقة ولا نظلم حد ولا نتعدى على حتى أي حق أي حد. وبطبيعة الحال وزارة الخارجية أو عندها الناطق الرسمي نتاعها سي محمد ترابلسي ينجم يرد إذا أنا غلط. السيد وزير الشؤون الخارجية نحن عملنا المكتب بتاع النقابة ل 18 نوفمبر، اجتمعنا وعملنا المكتب بتاع النقابة، يعطينا موعد ل 30 ديسمبر. يعني قبل من نهار بنهار من يوفى الموعد. حقيقة كان حديث الصراحة وحديث الحقيقة، حكيت له قلت له يا سيد الوزير راك أنت ولد الدار ونحن نحب نساعدوك ونحب نعاونوك واعتبرنا الرئة الثالثة ليك. اعتبرنا اليد الثالثه ليك اللي ما تقولوش انت نحن نقولوك كنقابه، ماناش لهنا باش نضرب وزارتنا، بل بالعكس راهو نحب نصلح وزارتنا، نحن دعاة اصلاح، ماناش دعاة مطلبيه. كلام هز الريح. معناها لقاء هكاك ودي الى غير ذلك، قلت له راهي ثم ناس معناها مسارتها المهنيه مهتكه، ثم واحد زميل جبته له معايا معناها في سيونس طونوت، قلت له عمره 60 سنه، هذا مازال مستشار. وهو باش يخرج للانتريت. كانوا ام بي اس اي كانوا وزير مفوض خارج الرتبه، هنالك العديد من الحالات. يا سيد الوزير معناها فيق لوزارتك راهو مطلوبه منك. قال لي خويا الا غالب انا نتعدى بفتره فراغ، انا واحد من الناس الوزاره هذه فرضت عليا فرضا. اها ما نزيدش عليه. قال لي الوزاره هذه فرضت عليا فرضا، وانا واحد من الناس متقلق، تحسوا السيد متقلق، معناها السيد يحب كاينه يحب يغادر معناها، وهذه اجراءات معناها حاله فراغ تامه. نحن كنقابه بتاع السلك الدبلوماسي اول ما يهمنا الدبلوماسيه، تهمنا مصلحه تونس، تهمنا وزاره الشؤون الخارجيه. لما جات الزياره بتاع وزير خارجيه اليابان حاله فراغ، خليني نقول لك معناها فما هنالك حاله فراغ. هل الوزير اين الوزير؟ الكل تسال اين الوزير؟ الوزير مريض، الوزير مش موجود، تليفونه مسكر الى غير ذلك. كنقابه للسلك الدبلوماسي حبينا نعبيه الفراغ. الوزاره خرجت بلاغ وين الوزير؟ لرئاسه الحكومه خرجت بلاغ، لرئاسه الجمهوريه عبرت اين وزير الشؤون الخارجيه؟
اجتمعنا لقينا قلنا في البرلمان سي محمد عمار قال الكاتب الدولة ان شاء الله وزيركم لاباس الوزير مريف الور خرجنا بيان استلطاف انهارت الاجتماع مع وزير الخارجية الياباني وقلنا راه وزير الخارجية مريض وعنده الكوفيد الى غير ذلك والله اعلم فهمت فكانت يعني انقاذ للموقف معناها هذه وزارة الخارجية نتاع تونس معناها هو لزنا تو سي محمد طرابلسي دخل لزنا باش نحكيو معناها في اشياء انها ما تقالش وزير معناها معناها مؤتمرات ما يحضرهاش في افريقيا وزير ما يحضرش مؤتمرات في الجامعة العربية وزير مغيب تماما على الملف الليبي تصريحات نتاع التلقيح نتاع الجزائر لا يشرف الدبلوماسية التونسية وجابها من راسه خليني نقول لك والله لا عنده حتى تعليمات من اي جهه كانت والبيان اللي خرج على الانقلاب اللي صار في ميانمار وقت الدول العالم امريكا تطالب باعاده الرئيس هو يقول الرئيس هذه نسحبوا منها تويت انا نسميها مغازله الى طرف اخر اللي هو معناها راهو نحن ماناش ناس تاع الانقلابات العسكريه نحن ضد الانقلابات العسكريه كخارجيه ضد الانقلابات العسكريه ربما قد يعكس هذا على الشان التونسي لا اخي انت ما قريتش البيان قريته البيان في تويت قال المراه هذه اللي هي الرئيسه نسحبوا منها جائزه نوبل اي تويت الور كل امريكان قال لك توا ترجع تحكم المراه هذه لا في الزوز هو يدين هو حسبها على حكايه الروهينجا اي هو يدين هو يدين الانقلاب العسكري هو يدين في فقره اولى زعما هو بالبيانات هو يدين الشخص الاخر قاعد يخرج هو يدين هو في تويت خرج تويت نحن مشنا متعودين في الخارجيه نخرجوا تويت رئاسه الجمهوريه تخرج بيان من موقف معين من ازمه معينه عندك الملف الليبي ملف حارق تو عاجبك اليوم انت رئيس الحكومه الليبيه معناها في زياره الى شقيقه مصر في زياره ما نقولش في انا اقول للشقيقه مصر اللي ليبيا هي جارتنا اللي السيد هذا اللي خرج كي خرج راه خرج من طرابلس ما خرج من مكان اخر لا باش نسالك سؤال علاش نحيتوا كتابه الدوله للشؤون الافريقيه في دوله تتشدق انه معناها عمقها باش يكون افريقي وانها مدخل العالم الى افريقيا دوله اللي تحمل اسم القاره اسمها انا مش قلت الشؤون الافريقيه الشؤون الافريقيه والمغاربيه تخلينا المغاربيه خلينا من هيدين اذا انت عندك توجه عن اتحاد مغاربي اذا عندك توجه نحو افريقيا لازم انك تحط معناها كاتب دوله للشؤون الافريقيه والشؤون المغاربيه والعربيه. لا كانت موجوده وتنحات. كانت موجوده وتنحات، بون تدخل في الهيكل نتاع الوزاره ورئيس الحكومه كيفاش اختي تتنحى معناها تقليص تقليص سامحني سي ابراهيم كي تتنحى كتابه الدوله هذه نعم ونشوفوا من بعد غياب على القمم الافريقيه وغيرها نفهموا اللي يعني هو راه مش كاتب الدوله الوزير هو الذي يمثل الوزير الذي يمثل الوزير هو اللي يحضر الوزير هو اللي يتفاعل. راهو كاتب الدولة هو مساعد ومعاون ونائب للوزير عندما يغيب الوزير فإن كاتب الدولة يقوم بمهمة أو ما يكلفه بها وكاتب الدولة طول الوقت الحاضر يعني مغيب خليني نقول لك تو عنده يومين ولا ثلاثة سي إبراهيم وأنت الكاتب العام خويا لنقابة السلك الدبلوماسي أنا مش نسألك سؤال بعجالة وإن شاء الله بالحق معناها تجاوب أكيد أنت تبعت منذ ستة أيام تقريبا تدوينة نزلها سي هاني الجربوعي موظف في سفارتنا تقريبا في باريس يتحدث على انه يتعرض على انه تعرض لمحاوله قتل بتاريخ 2 فيفري على خلفيه تقارير خطيره رفعها لسعاده السفير هناك سي محمد كريم الجموسي ويقول انه التقارير هذه اللي رفعها لسعاده السفير هي تقارير خطيره تتعلق بمحاوله انقلابيه على سياده رئيس الجمهوريه وفي علاقه بالتخابر واشياء معناها خطيره جدا وكيف نزيد نربط وديما نبقاو في سفارتنا في باريس كيف نزيد نربط الاستفزاز ومحاوله الاهانه اللي تعرض لها سياده رئيس الجمهوريه في زيارته لباريس من قبل بعض الاشخاص المدفوعين. السؤال هو ماذا يحدث في سفارتنا في باريس؟ يلا يجاوبك. ماذا يحدث في سفارتنا في باريس؟ هذه في المفروض يجاوبك عليها سي عثمان الجيراندي او الناطق الرسمي نتاعو سي محمد طرابلسي اللي تكلم توا، لكن باش نجاوبك انا كان قابل السلك الدبلوماسي. انت في صلاحيات السيد وزير الخارجيه دونك حبيت نسالك زاد. لا لا انا ما ندخلوش في صلاحياته ولا يدخل في صلاحياتي. جاوبني. فهمتي انا باش نجاوبك. بالنسبه لسي هاني جربوعي نقابل السلك الدبلوماسي هبطت بيان وهبطت رد على ما نشره السيد هاني جربوعي العون المحلي المنتدب منذ سنه 2017 بسفارتنا بباريس وهو شقيق سي عادل الجربوعي كاتب الدولة السابق للنقل وللشؤون الاجتماعية ثم معضلة كبيرة لو نحن على مستوى في المدة الأخيرة على مستوى الانتدابات متاع الأعوان المحليين والمتعاقدين ملف كبير ملف تاع محسوبية ملف متاع ناس معارف مش ناس كل تدخل هذه الأعوان المحليين كنقابة
لا نحن أثرناه ونحن تكلمنا وقلنا إذن كنقابة كنقابة يعني خليني وصل خاطر انتهى الوقت خليني وصل الإجابة انتهى الوقت يعاون مسلك دبلوماسي هو عاون لكن ليس كل ما يقال صحيح التدوين اختيار أو لينشرها هو ينشر حمل مسؤوليته لأنه هو مقام به وبعث رسالة إلى لودريون وزير الشؤون الخارجية هذاك خرق جسيم اللي واجب التحفظ اللي قام به هذاك تخابر يعد سيد يقول هو مودد بالقتل هو يدعي ما يريد هنالك تحقيق مفتوح من قبل رئاسة الجمهورية ولدى السفارة ولدينا كل المعطيات التي تفند ما ادعاه هو إذا باللي سمعناه وبالتفاعلات اللي صارت مع البلاتو اليوم إذا كان لخص الصورة للمشاهد اليوم وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية هي اللي عندها مصير مطالب الترقيات المسار المهني الميزانية واللي هي بيدها تابعة لرئاسة الحكومة في حين وزير الخارجية نعرفوه اللي هو من صلاحيات رئاسة الجمهورية ويكون تابع وباختيار من رئيس الجمهورية لكن لما يكون عندنا هالصراع بين رأسي السلطة التنفيذية اللي قاعدين عايشينه اليوم بين هشام مشيشي و رئيس الجمهورية قيس سعيد هنا نشوف نتيجة داخل نفس الوزارة نعم. شنو اللي عنا صراع بين الوزير مدير الدبلوماسية العامة والإعلام والسلك النقابي ولنا أن نتصور العواقب على صورة تونس وعلى دبلوماسيتنا وعلى الملف الدبلوماسي ككل وزير الخارجية رغم أنفه قال لك أنا ما نحبش عينت رغم انفي يعني كلام على ثم ملاحظه صغيره يلا انت ملاحظه ما نتكش عليها هي فيما يخص وزير الماليه فيما يخص وزير الماليه وزير الماليه اعطاني الموافقه اني باش نحكي معاه ثلاثه دقائق فيما يخص المنحه الخصوصيه للسلك الدبلوماسي فالسيد وزير الشؤون الخارجيه لما حبيت نحكي معاه امتنع ورفض وقال لي لا 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 لافير اكلاسي واضح شكرا لك ابراهيم الرزقي كاتب عام نقابه السلك الدبلوماسي ونقيب السلك الدبلوماسي شكرا لك على حضورك معنا بعد شويه نحكيوا على موضوع أيضا مثير للجدل العقلة على الحسابات البنكية لتونيسير وأزمة الديون ونستقبل رضا الفهري كاتب عام مساعد للجامعة العامة للنقل بعد هذا التقرير عقلة توقيفية على حسابات الخطوط التونسية لدى البنوك عن طريق عقد المنفذ لاستخلاص ديون متخلدة بذمة النقل الوطنية لفائدة الشركة التركية تاف أعاد للواجهة أزمة التونسير اللي باتت مطالبة اليوم بتسديد ديون تراكمت لما يفوق الست سنوات وفاقت 66 مليون دينار بالإضافة إلى تكاليف العقلة اللي أقدمت عليها الشركة واللي تقدر قيمتها ب 28 مليون دينار هالديون المتخلدة تهم مجمع الخطوط التونسية بمختلف فروعه وشركاته الخدماتية وتتعلق بعدة خدمات كانت قدمتها شركة تاف لفائدة التونسير مثل خدمات كراء ومحلات ومعاليم استخلاص هبوط الطائرات بمطار النفيذة من جهة أخرى شهد مطار تونس قرطاج اليوم الصباح تعطل بعض الخدمات بسبب اعتصام عوان المطار على خلفية العقلة اللي تمت على حسابات لشركة الخطوط التونسي ووفق الجامعة العامة للنقل فأن عوان المطار دخلوا في اعتصام مفتوح إلى غاية منتصف نهار يوم الغد الجمعة للمطالبة بمستحقاتهم المالية وبإعادة هيكلة شاملة لملف الشركة ومن المرتقب أن يدخل كافة عوان الخطوط التونسية بكل المطارات في إضراب مفتوح بداية من منتصف نهار يوم الغد شركة الخطوط الجوية اللي لم تشهد أزمة مثل التي تعيشها اليوم عمقتها جائحة كورونا المتفشية في كل أنحاء العالم مما رفع ديون النقل الوطنية إلى أكثر من 980 مليون دينار وفق آخر الأرقام الصادرة العام الماضي في المقابل بقي ملف إصلاحها محل جدل بين من يطالب بخصوصة الشركة وبين من يرى ضرورة إعادة هيكلتها والحفاظ عليها كمؤسسة عمومية وفي خضم الأزمة اللي تعصف بالتونسير وتهوي بها إلى ذيل ترتيب شركات الطيران في العالم يبقى التساؤل روح من ينقذ الغزالة مما هي فيه اليوم؟ سعيدة باستقبال رضا الفهري كاتب عام مساعد للجامعة العامة للنقل أهلا وسهلا بك مرحبا بالضيوف مرحبا بمتابعي قناة تاسعة مرحبا بك إذا منين باش نبداو بالأضراب المتوقع اليوم غد ابتداء تقريبا من غد لا قبول لطائرات لا خدمات فنية أو أرضية في تونسير نور الدين طبوبي الأمين العام للمنظمة الشغيلة أيضا سيشرف على تجمع عمالي كبير بمقر الخطوط التونسية دعوة الجامعة العامة للنقل إقرار هذا الإضراب المفتوح بجميع المطارات يخليني نسأل شنو اللي يحدث اليوم داخل التونسير شنو هي الوضعية ومن يريد ضرب ديمومتها ربيش نترقبوا من ساعقة هبطت علينا اليوم بشركة الطاف التركية تعمل عقلة على بنوك على حساب 28 حساب تقريبا مجمع الخطوط التونسية
ماذا تريدون من القواعد ولا من المنظمة أن تكون ما تمد يديها منذ سنوات منذ الثورة وإحنا نطالب في كيفية إعادة هيكلة المجمع الخطوط التونسية؟ ماذا تريدون من أعوان أن تجي تمسوا في عيشته اليومي في شهريته؟ مؤسسات النقل بجميعها وعلى رأسها مجمع الخطوط التونسية كل شهر يكريم تعله، كل شهر الشركات هذه تحاول كيفية إيجاد أجور أعوان متاعها. ماذا تريدون من مؤسسة كما شركة الطاف اللي الدولة والمؤسسة قدمت لها العديد والعديد من الامتيازات مقابل هي في أول معناتها في كل المناسبات إلا وتحاول تستغل الدولة باشتازم تتمتع بامتيازات أخرى منذ 2008 خلط فيه الخيان كل من اللي اخذت اللزمة وجات الأزمة المالية العالمية وهي كل مرة أن تفتعل المشاكل من أجل ابتزاز الدولة التونسية. يا أخي جوعت مطار مستير أعوان مطار مستير وجوعت مطار مرفيضة توا دارت على 7500 عون في مجمع الخطوط التونسية بهذه الطريقة أن للدولة ولا المؤسسات الحكومية وإحنا كأطراف اجتماعية مادين إيدينا في إيجاد حوار جدي مع الأطراف هذه وإلا مع سلطة الإشراف وعلى رئيس الحكومة ولا حياة لمن تنادي. آخر ما عملنا بعثنا مراسلة كجامعة عملاقة للإدارة العامة للمجمع الخطوط التونسية من أجل تقديم برنامج في كيفية إنقاذ الناقل الوطنية ومش هذه أول مرة، كل المرات مع الوزارات المتعاقبة إلا لا حياة لمن تنادي سوف لإيجاد حل للمشكل الناقل الوطنية. عند إيجاد حلول تلقى الحلول لشركة الطاف وتلقى معناتها عديد من معناتها مجالس وزارية استعجالية من أجل إنقاذ هذا المستثمر الأجنبي اللي جاء لتونس. مع كل احتراماتي للمستثمرين، المستثمر الصحيح اللي يجي يلزم يقرأ القائلة متاع غدوة، مش في أول أزمة يحط معناتها الأزمة متاعه على الدولة التونسية ويحط الأزمة متاعه باش يبتز الدولة التونسية، وهذا بالأرقام راه مش معناتها نتكلموا فيه واحد. أنا الديوانات المطارات يحب من عندها 44 مليار وجدولوا لها اخر جدوله تو جديده جدولوا لها الديون نتاعها وقتها انضاض. هذه دوره دارت على تونسير وعملت عقل على 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 على, على المجمع الخطوط التونسيه كي ضمنت حقوقها واعاده جدوله الديون نتاعها مع ديوان طارئ من المطارات وهي معناتها تكيت على الجنب الاخر وقالت تو يلزم ابتزاز الدوله بطريقه اخرى وهي وضع امام الامر الواقع الدوله التونسيه بعملت عقل على الحسابات البنكيه. تحب من شركه الطاف الدوله تحب من شركه الطاف في حدود 66 مليار مطار رفيضة. ايه هي تعطيك تنازلات مقابل هذا. انت كمستثمر كسلطه اشراف وينك من اجل ايجاد حل وتحط العباد على الطاوله لايجاد حل جذري. مش انك لا حياه المدينه عامل كاسمه سوف 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 واذا مش معقول ان مؤسسه كيما خطوط التونسيه اللي هي ضخت الاموال في السابق وفي خزينة الدولة ووقفت في عديد المرات وهي السمعة طيبة كل مرة يشيطنوها وكل مرة معناتها يلقاو تعلة باش يشيطنوا الخطوط التونسية وباش معناتها يلقاو مآخذ أخرى للهرسلة. مازلنا باش نفهموا منك أكثر سيدي ذا الفهري، لكن قبل ذلك فصل ونرجع.